بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير من هاي الأجواء الجميلة من منطقة الفجيرة. اليوم بدينا الحمد لله بفعالية الفن تشالنج بتنظيم فريق الرعود. تواجدنا اليوم كان مستهدف الرياضيين، سواء كانوا رياضيين قدامى أو هو، كان عبارة عن سباق جري ومجموعة من الحواجز. جميع الفئات العمرية شاركت، جميع الأجناس شاركوا، ذكور وإناث. كانت مبادرة جدا جميلة والأجواء ساعدتنا. نتمنى تواجدكم إن شاء الله السنة الجاية في نفس الفعالية، بتكون استهدافنا النشاط الرياضي، الصحة والحيوية.